وندعو بالشفاء العاجل باذن الله للاستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركه استداد وشركه لايف اللي بتدير القناه. برضه داهمه فيروس كورونا ويقضي العزل المنزلي العلاجي، بنقول له الف الف سلام عليك وان شاء الله سرعه وتمام الشفاء ليه ولكل مريض، لانه زي ما المهندس عدلي قال الفيروس بقى الاستاذ محمد كامل انتشار يدعو الجميع للحذر الشديد. استاذ محمد كامل واسره العاملين في القناه ربنا يسر عليهم. ليه؟ منطقي جدا حجم التواصل وحجم المجهود وحجم التحديات اليومي، كل ما اسال مش عارف اتواصل يقول لك اصل عنده افتتاح، عنده راجل ضغط عمل شديد. فهذا التفاعل وهذا التواصل وهذا الاحتكاك المستمر طبعا ربنا معاهم ويحميهم ويحمي اي مواطن من هذا الاختبار الذي وضعنا الله سبحانه وتعالى امامه ليظهر لنا ان احنا عجزه قوي. الف سلامه للاستاذ محمد كامل صاحب النضاره الحمراء اللي انتوا اتفائلتوا بيها من يوم ما الاهلي وقع اتفاقيه الرعايه، والف سلامه للجميع.